المهم جا ساعة القايد قالنا راه غادي يدخلوا للزاقة 76 السوق تجمعوا فيه تبيعوا وتشريوا، كاينين شي عناصر تمايا ماشي ديال البيع والشراء، ديال شي حاجة أخرى من غير البيع والشراء، حنا خويا كنقلبوا على شي حاجة ديال الحلال، باغي نعيشوا بها وليداتنا ووالدينا، ما قادرينش على الصداع وما قادرينش على المشاكل اللي كيرجعوا للحبس، داكشي علاش أخويا خرجنا من السوق ما قدرناش نمشيو للسوق. إذا بلاتي واحد القضية باش تفسرنا، واش أنت ضد هادشي اللي داروا دابا؟ ماشي ضد، ما علينا الضمون. مثلا؟ مثلا دخلونا السوق عطاونا بلايصنا، كل واحد عطاو بلاصه. اذا كاين شي سوق هنا؟ اه هو السوق. سي تفرج. ولكن الناس اللي قالوا لي ماشي سوق، قال لك هزنقة. لا سوق هذا سوق، سوق عاطين. اه باغينا بلايصات وباغينا فين ناكلوا خبيز. باغينا فين ناكلوا خبيز على ود. نقول ديما لي فار وديما ويدان، تنشكروا خويا الناس ديال الحكومه ديال القايد والباشا والناس اللي وفروا لنا هذه البلاصه فين نخدموا، لان كنا هنا مكرفسين وحتى الناس ما تيلقاوش كيف يجيو. انايا ملي دخلنا السوق القديم الحمد لله ربي خير وعلى خير، تنشكروا الحكومه وعاش الملك. الجديد وعندنا السلعه ديال كوستاريكا الجديده حبيبي، ديما وداد وديما لف. الاخر يقول لك الاخر